شيء هام جدا. احنا الحقيقه بنشتغل في اطار منظومه مؤسسيه. المنظومه المؤسسيه دي هي عباره عن ايه؟ هناك مجلس اعلى للمجتمع الرقمي تم تشكيله بقرار من السيد رئيس الجمهوريه. هذا المجلس فيه كل الجهات التي تتعاون في مجال الميكنه وفي مجال التحول الرقمي. في وزاره التخطيط او الجزء المعني بالاصلاح الاداري، في وزاره التخطيط والاصلاح الاداري، وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزاره الدفاع، في كافه وزاره الماليه، البنك المركزي، كافه الوزارات المعنيه بالتحول الرقمي بتعمل تحت ده. وفي وثيقه التحول الرقمي موجوده. احنا دورنا بالتعاون مع كافه الجهات نشتغل في مجال في مجالات محدده بحيث ان احنا نقدر نعظم الفائده من الجهد ده. فاحنا مثلا مركزين بشكل اساسي على ميكنه خدمات المحليات، بحيث ان احنا النهارده يبقى اولا بنقلل عبء الخدمه على المواطن. فاحنا انتهينا من مدن القناه، وانتهينا ايضا من مدن اللي هي سينا ومطروح والوادي الجديد، المناطق الحدوديه، بحيث ان احنا نوفر الخدمه للمواطن بشكل اكثر كفاءه وبسرعه، وفي تقليل من التعامل ما بين المواطن وبين مقدم الخدمه. ربطنا هذه المراكز ايضا، ما كانش في ربط بالبوينت اوف سيل بالدفع والتحصيل، لان احنا كمان يهمنا النهارده ان احنا يبقى في شمول مالي. فحضرتك النهارده ممكن يبقى عمليه المواطن يدخل في الشمول المالي، فاحنا ربطنا، تم بالتنسيق مع وزاره الماليه توزيع مناطق مراكز الدفع والتحصيل على هذه المراكز، بحيث انها تبقى بيتم شمول مالي في مدن القناه، وهتلتقي مراكز الدفع والتحصيل ايضا المناطق الحدوديه. في نفس الوقت احنا ايضا بنطور مواقع الخدمات الحكوميه، لان الهدف الاسمى الحقيقه، انا هدف يعني الهدف ان انا المواطن ما ينزلش من البيت ويعمل خدمه، مش ان هو ينزل يقدم الخدمه ويروح مركز. حقيقي في المركز ده بيتم خلينا نقول احنا واخدين الموضوع بخطوات، لان برضه في الموضوع مش في ايد وزاره واحده، في اكثر من وزاره داخله في الموضوع. فاحنا النهارده المواطن بينزل النهارده لمركز الخدمات المواطنين، بيروح ياخد رقم، بقى في رقم بدل ما بيروح يقف في الطابور، فبقى في قدر من التنظيم في ان هو امتى يقدم الورق بتاعه. بعد ما بيقدم الورق بتاعه بياخد سيريال نمبر، بياخد رقم كودي، يقدر ان هو من المنزل يتاكد امتى الخدمه خلصت. فبدل ما كل شويه يعدي يقول خدمه خلصت ولا لا، على الاقل بقى في رقم كودي النهارده بيعرف امتى الخدمه انتهت، وبيبعتوا له كمان رساله بالموبايل انه تعالى تلقي الخدمه منه. فده جزء مهم جدا من ميكنه الخدمات. وفي نفس الوقت احنا عندنا مجموعه اخرى من الخدمات اللي هي زي خدمات المعموله مع الاحوال المدنيه، دي موجوده على البوابه، ولكن هي مش مربوطه بالدفع والتحصيل. احنا النهارده هنصدر في نهايه ديسمبر الاصدار الرابع من البوابه، وبننسق مع وزاره الداخليه بحيث ان هو يكون هناك دفع والتحصيل على البوابه، لانه الهدف الحقيقه فعلا ان المواطن ما ينزلش من البيت، يا اما تبقى متاحه على المحمول يا اما تبقى متاحه على البوابه. احنا اتحنا 30 خدمه في مدن القناه على المحمول لتليفونات الاندرويد، وجاري العمل على انها تنتقل ايضا الى الايفون. فاحنا خطوه بعد خطوه في التطوير الى ان يتم، طبعا في شغل مع الاتصالات، في شغل مع الرقابه، هيئه الرقابه الاداريه، في اطار وجود ما يطلق عليه الهويه الرقميه، لان عشان تتحول المدن الى مدن ذكيه لابد من وجود هويه رقميه لكل مواطن. ده الشغل اللي بتعمله الرقابه الاداريه مع ما يطلق عليه المحول الرقمي اللي موجود في وزاره التخطيط اللي هو الجي 2 جي.